بلا وجود لدولة. باتت الجماعة المسلحة في محافظة إب البديل لكل شيء، واقع غير مستقر ومؤسسات متوقفة وانفلات أمني بعد انقلاب أصبحت فيه سلطة الميليشيا هي المتحكم بكل المؤسسات. فراغ في كافة الأصعدة بما في ذلك الملف الأمني، والذي يعد الأخطر على أبناء المحافظة الذين ظلوا بعيدين عن الحرب لفترة طويلة من الزمن. فبعد أن شهدت إب وجميع مديرياتها في الفترة الماضية سلسلة من الجرائم وحوادث القتل، يعود أبناء المحافظة ليدفعوا فاتورة الانفلات من جديد. في جديد أحداث المحافظة، هاجمت مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي مبنى المحكمة الجزائية وهربت قياديا متهما بقضية قتل المواطن عمران الفقيه الذي قتل قبل أشهر في إحدى نقاط الميليشيا بمديرية السبرة جنوب شرقي المحافظة. رداً على ذلك أضرب قضاة المحاكم عن العمل في المحافظة مطالبين في بيان بسرعة ضبط الجنى ومحاسبتهم وإعادة الذين تم تهريبهم، كما نادوا بتوفير الحماية للمحاكم والقضاة. غياب لكل ملامح الدولة في إب وواقع غير مستقر، وأمام كل ذلك ما يزال القضاة يجابه لإعادة الاعتبار لمؤسستهم في واقع سقط فيه كل شيء.